إذا صليت خلف إمام يقنط دائما في صلاة الفجر، هل أقنط معه وهل أرفع يدي بالدعاء؟ القنوت في صلاة الفجر أو في غيرها من الصلوات إنما يشرع في وقت النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة كحصار عدو حاصر بلدهم، أو حصل وباء نزل بالمسلمين من الأوبئة الفتاكة غير الطاعون كما يقول الفقهاء، فإنه يستحب القنوت في كل صلاة بأن يدعو بعد الرفع من الركوع الأخير في الركعة الأخيرة، يدعو الله سبحانه وتعالى برفع هذا البلاء الذي نزل بالمسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وقت النوازل، فإنه صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر يدعو على أناس من الكفار آذوا المسلمين وضيقوا على المسلمين، كما قنت صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يدعو للمستضعفين من المسلمين، فقد قنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم، وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم، فدل هذا على مشروعية القنوت عند النوازل، أما القنوت بصفة مستمرة في غير النوازل، هذا وإن قال به من قال من الأئمة إلا أنه غير مشروع، إلا أنه على الحقيقة غير مشروع، وإن قال به من قال من الأئمة فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجتهد قد يجتهد ويخطئ كما أنه قد يجتهد ويصيب، فإذا أصاب له أجرا وإذا أخطأ له أجر، ولكن ليس لنا أن نتابعه على الخطأ. فقنوت الفجر، قنوت في صلاة الفجر بصلاة مستمرة هذا غير مشروع عند جماهير أهل العلم وعند المحققين وهو الصحيح، وإذا صليت مع من يقنط بناء على هذا المذهب فإنك لا تتابعه في القنوت، إنما تقف وتكرر قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تكرر هذا الدعاء الذي يقال في حالة الرفع من الركوع إلى أن يسجد الإمام فتسجد معه، ولكن تكرر هذا سرا، تكرره سرا بينك وبين نفسك ولا تتابع الإمام على هذا القنوت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.